L'invité de la semaine. بمناسبة خمسينية أيام قرطاج السينمائية يصدر كتاب الأسبوع هذا، كتاب تونسي يحكي على جي سي سي 50 سنة، ميموار فرتيل، الكاتب الناقد الإعلامي التونسي المختص في السينما سي خميس الخياطي معنا الليلة. سي خميس مرحبا بك. مرحبا بكم، مساء الخير لك أنت ولا كل المستمعين والمستمعات. يعطيك الصحة سي خميس. سي خميس، الكتاب الفكرة كيفاش جات؟ 50 سنة أيام قرطاج السينمائية، كتاب فيه عديد. كيفاش جات؟ فما مرة سألوا أحد الأهم المصورين، قالوا لك واش خذيت الصور؟ قالوا لك الصور موجودة، ما عليك كان تبص وتهز. يعني نفس الشيء، الفكرة إذا كان الإنسان عايش في بلاده ويعرف بأنه قرطاج أول دورة كانت في 66، يعني بتجي 50 سنة، يعني أنه مهرجان عربي، يعني تونسي عربي أفريقي، أقدم مهرجان موجود في الضفة الجنوبية للمتوسط، ما يمكن يكون كان مهرجان قرطاج. وبالتالي عندما الواحد مهرجان في استمرارية موجودة، وإحنا مع الأسف في الثقافة العربية الإسلامية ما تسمش استمرارية، فمهرجان يتقام كل سنتين وكاد ألا يقام في عدد مرات، ها، وأقيم المهرجان وعنده تو 50 سنة، عبد يفرح. محتوى الكتاب، محتوى الكتاب سي خميس، محتوى الكتاب اللي هو كتاب سنت ألبوم، مش كتاب يعني متاع تعليق وتحليل ألبوم، فيه برشة تصاور، فيه هو من مقاس كبير، يعني 32 سنتي طول و 24 سنتي عرض، وفي 160 صفحة ومليون صور. ومحتوى الكتاب فيه يعني نص كتبته أنا حول، هو مش موضوعي، وإنما يعني نص حول تجربة قرطاج، كيف خرج قرطاج وكيف جت فكرة قرطاج، وعليش ما سموه قرطاج وما سموش مثلا مهرجان تونس، وليه كيفاش أصبح يعني مهرجان عربي افريقي، وكان اول دوره نتاعو كانت يعني دوره متوسطيه، وكان في الاول باش يتقام يعني كل سنه، وبعد كده يتقام كل سنتين. فهذا كله هي جوله نقديه تعريفيه، يعني كان الانسان يكتب في مقال لذاته. اضافه لذلك فيه حديث في نشر لحديث طويل عملته مع المرحوم ستار شيعة، يحكي فيه هو كذلك عن قرطاج وعن كل الإشكالات اللي كانت موجودة في يعني في الفترة اللي كان فيها في تونس، وبعدك مشى لفرنسا في 69 أثر حاجة تهموه بها وهو يعني بعيد عنها. وبعد يعني فيه من هي تانيت، عندما تتكلم انت على تانيت تقول أخذ جنيس تانيت الأول، شكون هذه تانيت اللي يتكلم عليها؟ ففيه يعني مؤرخ يعني في تليلي، محمد تليلي، كتب لنا نص يعني بالفرنسية ونقل إلى العربية عربة هذا النص عن تانيت من هي. والحاجة المهمة اللي هي موجودة يعني لولا في الكتاب على اعتبارها أنا مهمة، اللي هي كل من كل دورة مجموعة صور، يعني عندك 26 دورة، كل دورة لها صور يعني مهمة مأخوذة من هذه الاختيارات، هي شخصية كذلك، ثم ناس نعرفهم، ثم ناس يعني هم مؤثرين بدون ما نعرفهم إلى آخره. فحاولت أن يكون الصور هذا موجودين ويؤرخون بصفة ما، ليس بصفة موضوعية، نقول لك من الأول يعني إلى مهرجان قرطاج. والقسم الكبير أنا طلبت من أكثر من 50 ناقد عربي تونسي وعربي وإفريقي وأوروبي وكندي أن كل واحد يكتب لي ذكرياته عن مهرجان قرطاج، وقت جاء شنية اللي بقى في راسه، شنية الذكرى، الحاجة الباهية ولا الحاجة الخائبة اللي بقيت في راسه، وما هو الفيلم اللي اكتشفه في قرطاج. فكل واحد كتب الناس اللي كتب العربي، يعني عندي مثلا إبراهيم العريس، سمير فريد، عندك عدنان مدنات، عندك محمد السويد، هذم باللغة العربية إلى آخره، عندك مجدة واصف، يوسف شريف، مش شريف القل اسمه يعني كمال رمزي، إضافة للتوانسة عادة يعني أهل البلاد، يعني هم يعرفوا المهرجان يعني من ألف من بأو إلى من ألف إلى يأي. ومن كندا أندري باكيت وجماعة أخرين، ومن فرنسا ومن إيطاليا. هذا كله يعني كل واحد كتب، وأنا حكيت صور، اخترت يعني صور اللي هي
يعني ترافق هذه المقالات وهذه الذكريات. هذا هو. والكتاب بالعربي وبالفرنسي. بالفرنسي. الكتاب بالعربي يعني موجود بالعربي، كان فرنسي بالفرنسي، لكن ثم نصوص اللي هي بالعربية والفرنسية، يعني في تفتح الكتاب من جهة، من جهة العربية تبدأ ماشي معه، ثاني بتفتحه بذيها من جهة الفرنسية تبدأ ماشي معه. هذه من نشريات دار نقوش عربية النشر. هذه من دار نقوش عربية للنشر، يعني يعني المهرجان أخذ منها مجموعة نسخ، وبالتالي هو كتاب يعني إن شاء الله الناس يعني تشوف كأنه خدمة على قاعدة وفيها ذوق أكثر منه، كما قلت كان موضوعي يعني من كما قال ابن خلدون شيء التاريخ، تاريخ هو ذكريات أحداث الإنسان يعني يذكرها. 50 سنة مجلس السياسة حسن، صدور كتاب خاطر احنا وصلونا اخبار من اصدقاء اللي طلعوا على النسخ الاولى اللي مازالوا كيهبطوا من الكتاب هذا، نسخة انيقة، عديد الصور، عديد التوثيق، تيمونياج من عند الناس اللي حبوا جي سي سي واللي خدموا على جي سي، تيمونياج زاد انترفيو مع ستار شريعة الله يرحمه، يعني هذا يمشي مع 50 ايام قرطاج سينمائية والانتظارات اللي ينتظرها الجمهور. لا سي خميس مساء الخير، حاجة هامة جدا، حاجة احنا ما حكينا عنا مدة، حكينا كيفاش الساحة النقدية فرغت الشباب اللي توا يكتبوا مازالوا ما ركزوش امورهم القدم. احنا كنا قبل ما كناش مركزين وركزنا وبدينا ولكن رغم هذا الاقلام اللي كيما خميس الخياطي، خاطر خميس الخياطي راهو هو المشكلة انه غاب مدة، خرج البرة غاب علينا، ساعدتني كلمه مش مشكله ساعدتني بانه ننظر بصفه موضوعيه الى ما يحدث في بلدي. هذا هو ما كنتش داخل في كما يقولوا المصريين في شله. الحقيقه بعث الكتاب هذا، هو فما كتاب اخر زاد راهو اما سي خميس الكتاب هذا كوموند نتاع الدوره نتاع لا ماهيش كوموند ايوه ماهيش كوموند خلاص، يعني فكره جتني وكانت حتى نقولها لك، كنت يعني اريد ان انشر، وطلبت يعني من ناس رجال اعمال يخدمون في الثقافه وفي السينما بان يساعدوني على نشره في الاول، يعني ما كانش المهرجان اي علاقه، علم اكتشف المهرجان بان عندي فكره هذه وفي ناس هم بعثوا لي النصوص الى اخره، يعني قال بانه سيشتري نسخ ولم يطلع ولم يؤثر على اي نقطه يعني موجودة في الكتاب. معناه مجهود شخصي منك. مجهود شخصي. شخصي مجهود شخصي في الأساس من ألفي إلى يائي، وساعدوني مشكورا ساعدني المهرجان على إنجازه. هذا هو لا بارك الله فيك. خاطر المهرجان احنا سمعنا اللي عنده زاده ام بروجي ليفر اخر قاعد يتعمل بمناسبه الدوره، هذاك المركز الوطني للصوره والسينما السي ان سي، سي ان سي اللي هو السي هادي خليل صديق، والهادي خليل كاتب في الكتاب اي معاك في فوالا في الناس اللي عملوا لي زانترفونسيون. هادي خليل عنده نص هو اختار يعمل بورتريهات لأربع شخصيات يعرفهم في قرطاج، يعني منهم علي المهذبي، عندك أنت عزين قلق، عندك أنت يعني رندا الشهال، وجوسلين صعب، يعني تذكرهم يعني بديت بقرطاج كيفاش كان موجودهم في قرطاج. هذا نص من الهادي خليل. هام جدا الكتاب هذا اللي معنا سي خميس، على خاطر احنا في تونس نقصنا شيء هذا، يعني فما عندنا مكتسبات ثقافيه كبيره برزت في السبعينات وما بقاش ليها حتى اثر. كي تشوف انت تشوف الاسماعيليه مثلا ولا في مصر الكتب اللي تخرج في سوريا كيف تقاليد كبيره عنده في الشيء هذا، واحنا المره هذه هاو كتاب سي خميس، فما الكتاب الاخر يا شفال ياسر الهادي، فما مجله ايكرون اللي سي مرجع ترجع دونك سافا. معناها الحمد لله هو الفرق ما بيننا وما بين مصر، وقت انت تطبع كتاب في مصر عندك 92 مليون تطبع منه يشريوك منك حتى 200 يشريو الكتاب، لأن في تونس الناس ما تقراش وتتعرف مع الأسف الناس تقولك اللي قراوا ماتوا ولا ماتوا قراوا عليهم، يعني ليش تقرأ أنت، يعني سيب عليك يعني. فهذا فيه نوع من الجذب إلى الأسفل اللي هو سيء للغاية، إضافة لذلك إذا كان أنت ما تحافظش على ذاكرة أي تظاهرة ثقافية، أي تظاهرة أنت مثلا في مهرجان الشباب يعني سينما الشباب يعني في سوسة يعني هذا كيزم يعني يتعمل له يعني نوع من الذاكره تكون موجوده، يعني سينما الشباب راه مش لعبه بحلالي فهذا كله احنا ما عندناش ذاكره في تونس، يعني عديوا كاكاتون سايب عليك بوت على المهرجان، عملنا دوره يا ربي يعمل لي الدوره اللي جاي بعده، وكاد مهرجان قرطاج ان يقف وان يعني يقف مره واحده
بالثقة هذه يعني الله يرحمه في سنة يعني 74 78 78 ما كانت مشاق في المهرجان ها في 74 كان يحكي ستار شريع الله يرحمه أنه يعني على قاب قوسين بأنه مشوق في المهرجان وعمل هو وقت أكلم جيان بال كذلك الله يرحمه بأنه يكتب مقال في اللوموند و و و و و وعمل نوع من الانقلاب الإعلامي حتى يقام المهرجان في سنة 74 وإلا لو لم يقم في تلك الفترة لما قامت له يعني بعد. يعطيك الصحة سي خميس. المبادرة هذه مبادرة بالحق تذكر فتشكر مبادرة شخصية احنا ان شاء الله يعطيك الصحة. احنا اكيد باش ناخذ نسخ منها وباش نشوفوا هالعمل هذايا اللي وثق الخمسين سنة من ايام قرطاج السينمائية وخاصة مع تزامنه مع الاحتفال بالخمسينية هذه. مشكور سي حسن كما كنت نقول مجهود خاص كالعادة نرجع وين مسؤولين على هالاعمال هذه اللي نورمال مونت تقام بها لي فيو سون توجور لا ماهوش فيو تو هذا يا سي حسن تو تحط فينا في مازق يا سي حسن معلش اسمع فينا هذول اللي سخويس دونك سون توجور جون هذا هو. يعطيك الصحة سي خميس يعطيك الصحة ليلة كزينة نسيت كزينة شكرا مشكور هكا كان معنا سي خميس خياطي بحكي لنا على الكتاب نتاعو بمناسبة خمسينية أيام قرطاج السينمائية.